عندما تلوح في الأفق خضرة السهول والوهاد وجنبات الجبال والأودية في تناغم وانسجام مع غدير بالجوار المباشر لخيام نصبة للتو وعيد مطر نازل من غيمة عابرة يتسلل الحنين بلطف ليطوف بذاكرة من عرف الربوع حاملا معه أخيلة وأحاسيس تقف الأبجديات عن وصفها. وإذن بصر الخريف في البادية الموريتانية وما يتسم به من خصوصية عند الموريتانيين، فهو الفصل المفضل من بين فصول السنة الذي يمثل بالنسبة لهم العودة إلى نمط الحياة البدوية القديمة، إضافة إلى كونه سانحة للراحة والهدوء والاستمتاع بالحياة الطبيعية والخروج من ضغط وصخب المدينة. أهمية الخريف بالنسبة لمناطق موريتانية هي والله مناظر جذابة، فيها كثير من المناطق خضراء وماء والحمد لله، وبادية جميلة جدا. هاي سنة ما شاء الله مباركة، سنة مباركة الحمد لله رب العالمين. راحة والله إلا زينة في الخريف، زينة حتى زين حد يستراح في الخريف، هي أكبر جو مع الجو اللي كان عنده. أقبال الناس كثير، هون مرات نطبسوا 15 كار 16 كار، الأطفال والعليات النساء والحال، الناس مرتاحة وفرحانة للخريف.